مبسوطة كتير وبنفس الوقت عم بكي كتير، ما حدا رح يحس فيني. ما تكمل يا عيب الشوم عليك، زعلت منك. لك وأنا وين رحت شو عم سوي؟ بيه غير اللي صاير معه هيدا الشي. بزعل منك ها؟ وأنا شو عم سوي ها؟ ما أخوانعنا؟ وبنفس الوقت عم بكي كتير، ما حدا رح يحس فيني غير اللي صاير معه هيدا الشي. لك لا بزعل منك ها؟ شو هالحكي اخوي نحنا؟ اخوي يا عيب الشوم عليك. يلا خليها تجي تزورك تجيب لك حلاوي، ولا لكم اصلا لمعت لكم حدا. شو درر درر ما شاء الله عليكي. تاكلوا حلاوي تتذكروا انتوا عم تضربوني، تقلي عم تحكي عم علمتك عتاج راسك وهالكفوف على وجهي. هذا مش حالي تتذكر. بتذكر شو حسيت بوقتها؟ وقتها اجت هون يوم الصبح كانت البقرة منشف حليبة بالمرة. ادم انا يعني انا قلت للعالم انا مصدومة، لانه انا وحدة من يلي انا بعرفك انه انت ما بعرف يعني قدس اللي بعرفك، كل مرة ما توقعتك تكون انا قدم شوي وسخ. فعلا غريبة الناس غريبة الدنيا دي. شو عملت لك هالصنم؟ لعبت لك بعقلاتك؟ قلت لك بتجوز؟ حط لي تحت هالكلمة ثلاث خطوط حمر وقابلها فصلتين وبعدها فصلتين. هلا عرفت انه بدك تفوتي معه على بيت خالته؟ من 6 شهور لثلاث سنين سجن، بس هيك. وانت يا شردون كم مرة انا قلت لك يا ابن اللذينة يا ادم شحادة؟ انا كم مرة قلت لك انه روح انزال ما تخرب روح قلت لك انزال على المغفر وانا مستعدة انزل اتساقط عنك، تتذكر؟ رحت تخبيت مثل الجردون، رقدت وراها صارت تلعب لك بعقلاتك وتنزل لك اغانيك وانت صدقتها. العمى وانا مثل الجش وتفكيري بطيء. انه انت حمار. شو بدي اقول لك يعني انت حمار. شو ما صار انا بنت حضلني اكون موجوعة، لانه هيدي السكينة غزت بقلبي. قلبي مش من الصندل، لانه قد من كان انا عرفتها وسخة، وانا عرفتها بدها تعمل فيني هيك شيء. صعبة صعبة. سلامتك سلامتك الف سلامة. بس انت يا ادم، انت يا ادم اللي كنت تقعد بين جريي تبكي. يا بيلي ما قل شرفه تحت جريي تبكي. انا من يعني من ورا هيدا الشي اللي صار، غير انه بضل بنقذ بحس حدا وراي. ما بتستاهل يكون عندك ولد ادم. يعني شو مالك؟ ما هي موتي.